أنا والدة كرم شحاتة زخيري، كان رايح يوم الأحد الصبح الساعة 10 راح يعزي نسيبه في المرج الجديدة. طلعوا عليه ناس بموتوسيكلات، راحوا عايزين يخطفوا مراته منه. دني يحارب فيهم ويقول لمراته اجري اجري اجري. لما جريت مراته، على ما مراته راحت عند بيت ابوه وجابت ناس، وجت لقيت بدل النفرين لقيت يجي 20 نفر عليه. بصيت لقيت ايه، واحد راح منتصل بي انا، راح منتصل بي انا اسمه ابو اسلام، قال لي تجيب 20,000 جنيه يا اما ايه الصبح هتلاقي رقبت ابنك في بره الباب في شوال. وانتصل بيا برضو ده، رحت الاسم جريت على الاسم، رحت الاسم على الساعة 11، رحت الاسم الساعة 11 بقول له ما انا ابني اتخطف من الساعة 10 وناس خطفت ومال تضرب فيه وموتينه من الضرب ومال ينقلوه من حتة لحتة وانا مش عارفة طريقه. راح ظبط المباحث قال لي الخطف ده ما يعملش غير بعد 24 ساعة. جابوه على الاسم، جايبينه على شيالة بيموت بيموت، دخلوه من غير ما يوريهولي، ما رضيش يوريهولي. طيب ايه اللي حصل له طيب؟ ضاربينه لما موتينه، وضاربينه مكسرين ضلوعه من هنا، مكسرين ضلوعه وظهره من ورا، وكانوا وكسرين دراعه ومتعور في دماغه هنا وفي ودانه، وشه كان كده اهو. راح ظبط المباحث، راح شهد قال على ابني ان ابني حرام. طب لما انا عندك من الساعه 11 امال اتحايل عليك واقول لك ابني اتخطف، ابني اتخطف، يبقى منين ابن حرامي؟ هم لما ضربوا له جه هيموت، راح اقول لك ده خد مكنه، ولا ابني ولا يعرف يسوق مكن، ولا يعرف يركب مكن، ولا يعرف يركب عربيات. وجم جماعه هنا من المرج، واحد اسمه هيثم، وواحد اسمه محمد اخوه، وواحد اسمه، واتنين تاني جونا الليلة اللي فاتت برضو اللي قبل دي، واحد اسمه فرج النجار واخوه، بيجونا بعربيات هنا وعايزين ياخدوا سامح الاخر، عايزين ينزلوا سامح من فوق عشان ياخدوه يعملوه زي اخوه. الناس دي شغلتها كده، الناس دي شغلتها كده، ومحدش قادر عليها. وبيبيعوا برشام، فاتحين دولاب، بيقولوا فاتحين دولاب كبير قوي في المرج الجديد وسلاح. طب ايه اللي بتطلبيه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ اللي بطلبه عايز ابني يطلع. انا طالبه من ربنا ابني يطلع والناس دي تبعد عننا، بس ادي اللي انا عايزاه. راح عند ابويا، راح اعز ابويا، كانت خالتي ميته، راح اعزيها، راحوا طلعوا علينا مكانتين مكان، طلعت علينا مكنه، راح كانوا عايزين يخطفوني من جوزي. لما كانوا عايزين يخطفوني راح جوزي بقي حارب معاهم عشان ايه يبعدوا بعيد عنه. بعد ما نزلوا عايزين ياخدوني، راح جوزي ماسكهم ايه واحد من هنا واحد من هنا. وانت طلعت فين؟ راح هو قال لي اجري، رحت جريت من جريتي، راحوا مسكوه بقى هو لما مسكوه خدوه بقى في حتة فيها نخل وكده وقعدوا يضربوا فيه. رحنا نومي وقعدنا نعيط للظابط. ده رحنا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 1 بالليل في القسم، وفي الآخر ما عملش معانا حاجة، حتى ما عملش محضر لينا، ما رضيش يعملوا محضر. نطلب جوزي يطلع من القسم. والتهديدات اللي بتجيلكوا هنا في البيت ده بيجالنا مكنة وعربية هي زوزيكي فيها مش عارفه 4 ولا 2، واحد راكب مكنه كان هيخطف ابني مني. رحت قعدت اصوت عبال ما الناس طلعت، كان هو جرب المكنه. انتوا في عداوه بينكم من حد؟ لا صدقني، كان يخطف الواد ده. انا اول مره اعرف الخطف ده، انا بروح بطبيعي على طول وواجي ما فيش حاجه، مفيش غير اليوم دوت لما رحنا انا وجوزي فيه.